العمارات سكان ويسلان على العموم، الله يجزيكم بخير. رحنا قطعنا واحد الأشواط كبيرة وراه دوزنا واحد الخطرة اللي كان بينتو فيها على الصبر ديالكم وعلى المواطنة وعلى الحس بالمسؤولية، ولهذا الله يجزيكم بخير. استمروا وحاولوا تزيدوا في الصبر ديالكم، وراه هاد المحنة راه إن شاء الله كما كنقولوا ديما غادي تجي من موراها الفرج، وغادي نكونوا استفدنا منها واحد الاستفادة اللي تعطينا واحد القوة كبيرة، ولهذا الله يجزيكم بخير. ما تبقاش تخلي وليداتكم خارجين للزنقة بدون سبب، وهما ما عندهم حتى شي سبب اللي غيخليهم بعدا يخرجوا. راه الضرورة كتلح على أنهم خصهم يكونوا في بيوتهم، ماشي يخرجوا يتسخروا. راه الورقة ديال السخار وباش يقضي بها رب الأسرة ولا الأم راه معطية على أنه هو المسؤول على هذيك الأسرة، يخرج يقضي داكشي اللي خصو يقضيه ويرجع. مع استعمال الكمامة اللي رجعت إجبارية، راه ما كاين حتى شي مبرر اللي يخليكم تقول لي ما لقيتهاش، راه كاينة في جميع المحلات، واللي ما عندوش يجي نعطيها له وبلا ما يبدا يكذبوا علينا. راه المسؤولية كنتقاسموها جميع، الله يجازيكم بخير. راه كنشوفوا شي وحدين كيستهدروا وكيستخفوا وكيسحبوا، ما هادشي راه لعب. مع العلم انهم راه كيشوفوا القنوات التلفازية والقنوات المواقع الاجتماعية فين وصلت الدول بهذه الكارثة وبهذا الوباء الخطير. ومرة أخرى كنشكركم.